هي ابنة إمبراطور روماني مقدس، ومع ذلك فلقد تم تزويجها من خالها الذي كان يكبرها بأربعين عاما. عاشت معه حياة تعيسة، ولكن ذلك لم يمنعها هي نفسها من تزويج ابنتها من أخيها الإمبراطور بعد ذلك، وطبعا فإن هذا لم يكن إلا للمحافظة على نقاوة الدماء الملكية. هي أيضا أم آخر ملوك هابسبورغ إسبانيا، وهو الملك كارلوس الذي عرف بالقبيح والذي دفع ثمن هذه الزيجات الهوجاء، حيث عانى طوال حياته من تشوهات جسيمة. أغرب ما في الأمر أن هذه الأحداث لم تقع منذ آلاف السنوات، وإنما حدثت منذ 300 عام فقط. هي أيضا الملكة التي تحمل اسمها جزر ماريانا، وكذلك أعمق نقطة في البحر وهي خندق ماريانا. ربما قد استنتجتم أعزائي بأنني أحدثكم عن الملكة ماريانا، ملكة إسبانيا القرينة ووالدة كارلوس آخر ملوك هابسبورغ. عنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التعليقات. عاشت ماريانا ما بين 1634 و 1696، أي أنها عاشت 62 عاما كانت مليئة بالتعاسة والفوضى التي انخرطت هي نفسها في المواصلة فيها. وفي سنة 1600 نشأت في النمسا، حيث أنها كانت حفيدة الإمبراطور الروماني المقدس فرديناند الثاني، إلا أنها وبعد ثلاث سنوات فقط من ولادتها أصبحت ابنة الإمبراطور، حيث توفي جدها واعتلى والدها العرش. ولقد كان مقدرا لماريانا منذ سنواتها الأولى مواصلة سياسة التزاوج بين فرعي عائلة هابسبورغ النمساوية والإسبانية. وبما أن ماريانا من النمسا، فلقد بدأت المفاوضات وهي في 11 عاما من عمرها من أجل زواجها من ابن خالها بالتازار كارلوس وريث التاج الإسباني، إلا أنه وفي نفس السنة قدر لهذا الأمير أن يموت وهو في 16 من عمره فقط. وبوفاة وريثه الوحيد أصبح خالها فيليب الرابع دون وريث من الذكور. ولقد كان فيليب أنذاك أرملا، حيث توفيت زوجته إليزابيث الفرنسية قبل سنوات. عندها قرر هذا الملك الإسباني أن يتزوج من ابنة أخته الشقيقة التي كانت خطيبة ولده الوحيد. ولقد تم الزواج فعلا، وتزوجت ماريانا البالغة آنذاك 14 عاما من خالها الملك الأربعيني. ولقد كان من البديهي أن يكون هذا الزواج تعيسا، حيث كان لفارق السن بينها وبين خالها أو زوجها دور كبير، كما كان هذا الأخير يخونها باستمرار. أنجبت ماريانا لفيليب 5 أطفال، إلا أنه لم يعش منهم إلى مرحلة البلوغ سوى 2 فقط. كانت الطفلة الأولى لماريانا هي مارغريت تريزا، التي ولدت في 12 من يوليو سنة 1651، إلا أن ماريانا لم تتعظ من تجربتها الأليمة، أو ربما لم يكن لها خيار، حيث زوجت ابنتها من أخيها ليوبولد الأول، وهو الذي أصبح إمبراطورا رومانيا مقدس. وبالتالي فإن مارغريت تيريزا قد تزوجت خالها أيضا. كان هنالك ضغط كبير على ماريانا حتى تنجب الوريث الذكر لزوجها، ولقد أنجبت فعلا 3 ذكور لم يعش منهم إلا كارلوس. ولد هذا الأخير في 6 نوفمبر سنة 1661، ولقد كان الجميع ينتظرون وفاته منذ ولادته، حيث عانى من مشاكل صحية طوال حياته. لخص المؤرخ جون لانغدون ديفيز حالة كارلوس كما يلي: لم يقل أحد ما هو أصح من أنه قد تجلت نهايته منذ البداية، فلقد ترقبوا وفاته منذ يوم ميلاده. وطبعا فإن المأساة التي سيعيشها كارلوس طوال حياته هي بالأساس بسبب زواج والدته من خالها. وفي 17 من سبتمبر سنة 1665 توفي فيليب الرابع، بينما كان كارلوس في 3 من عمره، لتصبح بذلك الملكة ماريانا هي الوصية على العرش. وبما أن ابنها كان قاصرا ومريضا، فإن ماريانا كانت الحاكم الحقيقي لإسبانيا في تلك الفترة. ومن الأشياء المحزنة التي سجلت بعد تشريح جثة ابنها كارلوس أن الأطباء ذكروا ما يلي: كان قلبه بحجم حبة الفلفل، رئته متآكلة،
أمعاؤه متعفنة ومصابة بالغرغرينا، لديه خصية واحدة سوداء مثل الفحم، ورأسه مليء بالماء مما يدل على استسقاء الرأس، وهو مرض يرتبط غالبا بالحصبة في مرحلة الطفولة، وهذا تحديدا ما نتج عن كارثة زواج ماريانا من خالها. سبق وأن نشرنا تقريرا خاصا عن هذا الملاك، وسنترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو لمن يريد أن يعرف تفاصيل أكثر. نعود إلى ماريانا التي أصبحت تحكم بالنيابة عن ولدها، والتي كانت تسعى أيضا لأن يكون لكارلوس وريث ذكر، ولذلك فلقد انخرطت في عدة صراعات مع زوجاته، حيث أن ابنها تزوج مرتين، وذلك طبعا بعد وفاة زوجته الأولى. كان لوم ماريانا على زوجتيه كبير، وذلك لاعتقادها بأن العلة منهما، إلا أن تشريح جثة ولدها بعد ذلك تؤكد بما لا يدعو للشك بأن الملكة لم يكن يستطيع إنجاب أطفال. ولهذا السبب فإن ماريانا لا يوجد لديها أحفاد اليوم. توفيت هذه الملكة أيضا سنة 1696، ولقد شخصت وفاتها بعد ذلك بسرطان الثدي. تعرف ماريانا أيضا بميلها للتدين، حيث أنها هي الملكة التي قامت بتمويل رحلة اليسوعيين في منتصف القرن السابع عشر إلى غوام، ولقد كان ذلك من أجل تنصير شعب شامورو الذين يعيشون على جزر أصبحت تعرف اليوم باسم جزر ماريانا. ولاحقا عندما تم اكتشاف أعمق نقطة في البحر وهي الخندق المجاور لهذه الجزر، أطلق عليه أيضا اسم خندق ماريانا، لتصبح بذلك قمة إيفرست هي أعلى نقطة فوق سطح البحر، وخندق ماريانا هو أعمق نقطة تحت سطح البحر. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.